الله الحماء الله الله سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات. إن شاء الله الأجواء رهيبة نفس المباراة اللي قبلها مغيمة الدنيا. أوكي في ملعبهم جالسين ألعب في أرضهم يا أخوان وسجل 1 هدفا على الأقل. خلاص المدرب صاير يعني الله. لا لا صفاوة الملعب جميلة نبداها من هناك. قول بسم الله متعنا يا الظهير متعنا يا الظهير. إيش فيك أنت؟ عطى لمسة من فوق دوخه. اضغط عليه اضغط. لا باردين هالمباراة أنا شايفهم باردين صراحة. ما في الروح القتالية اللي المباراة الماضية. ايوه توكل على الله فردينه موجود. عطنا الكورة حرك الكورة تكفى حرك الكورة تكفى حرك الكورة تكفى حرك الكورة باليسار. يا جماعة معلش ايش هذا؟ انا سايت باليسار والله العظيم والقوة ممتازة. استغفر الله العظيم اتوب اليها. يعني لازم غبنا كذا من بداية المباراة. جتني 20 فكرة كيف اسجل هدف وقلت خلنا نسجل بابسطها لان النتيجة 0-0. صح اوه يلعبون 3 دفاع هذا ولا ايش؟ قسما بالله يا اخوان انا يدي راحت من اليسار. ايش هذا يا اخوان؟ شكل المدرب يطلعني والله والله العظيم انا يدي اليسار انزلقت من الريموت ما قدرت اوجه. يعني تخيل قوه عاليه بس ما في توجيه. بعوضك يا مدرب بعوضك. بعوضك يا مدرب بعوضك يا مدرب. ادخل سجل هناك. خلاص اقول لك بعوضك نضمن بلا استهبال. الهدف الثاني حقي ان شاء الله. الخصم دفاع يا اخوان اقسم بالله انه في الحضيض. اوه ليه؟ كثروا كثروا. يقول لك مع النجاح يا اخوان يزيدون شو اسمه هذا الحاقدين. لمسه تكوى براسك. الله 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 التسكين. الله 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 كنت بغيت اشوت وكنسلتها لو لاحظته في رجل اللاعب عندي. يلعبون يلعبون والله والله يلعبون يا اخوان. بس وين بيروحون مني؟ انا ما اشوف شيء من هذا. صح صناعة حلوة والله. مغطي علي النسيجة. تحسبون انتم الوحيدين اللي تقطعون الكرة بس؟ ما بخليك تندم ما بخليك تندم. احلى ربعة. كذا كثير قريب جدا واصل عمل والله كذا كثير. فليتها انا والله فليتها. هذا باليمين لاحظ انه باليمين. حلو حلو تهديدات كذا قبل الهدف عرفت. يحاولون يكسرون يحاولون. الله 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 لا والله العظيم سيء لاعب تسديد سيء صاير والله صاير شيء في المباراة هذه. الجوتي مش مناسبني اتوقع. شت باليسار الله اللمسة الله اللمسة. تروح كان المفروض العبها تحت بس يلا ما عليه. الله 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 يا اخي اقسم بالله اني مخرب ام المباراة هنا ورب الكعبة اني تبديل خلاص. لا حول ولا قوة بالله. ايش التسديدات السيئة هذه المباراة؟ اسستات توزيع بس ابغى هدف. تكسرون انتم بس الوحيدين. اكسر ابو جدك. المشكلة ان المدرب يا اخوان طالبني بهدف هالمباراة. طلب قال لي تكفى تكفى يا فرجنه هالمباراة هدف تكفى. مهدت له 2 اسيست
وبعدين بإذن الله نجيب اللب النداء. هاي سهلة، تدخل سيء. أيوه، لمسة من فوق اليوم وربي مش ناوية تدخل، والله مش ناوية تدخل. حلو، لمسة لمسة، قدم معنا، روح المالي نروح هناك. بس أنا أبغى أسجل يا أخي خلاص من أسستات. مركزي كام يا أخي، مركزي كام، لازم نصنع. وش نسوي؟ هتتتتتت قرينو. أيوة تكفى أبغى أسجل. شوف حتى دقت في العارضة بالموت، يعني تسجل الحظ اليوم. وهذا جبنا طلبات باقي تمريرتين، مدرب يبغى تمريرتين، حاضرين والله. لعبنا تمريرتين انتقال النتيجة. ايوه 35 و40 دورتموند. فرجينه يستعرض جودته. 3 اسيست وهدف، ايش اكثر من كذا يا اخوان؟ يرفع سلسلة فوزه الى 7 مباريات وليفركسون يخسر. وعطنا الخصم اللي بعده 4-3-3، مباراتنا المعتادة ضد 3-4-2-1. حتى الجماهير مهم كثير. المباراة قوية والله، ده المركز الخامس هذا. الله يستر. أنا الفريق اللي يلعب كذا من بدايتها، أي والله إنها الله يستر منه. صح. حكم ورب إنه ماسكني. حرك الكورة يا أخوي. رفعه ولا إيش سالفة؟ قتلت أول هجمة يا أخوي. والله اني احتاج الاهداف، في المباريات القوية هذه. ايه بدأ التهديد يا اخوان. بإذن الله الاول. تكفى، قول فاضي يا احول. سلم، ارجع لي. حركتنا. وين هذه راحت؟ رجع لي اياها. تكفى. عندك. ها. هي. الله 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 الله. هي اللمسات هذه. دقيقة 41 و41 ثانية. الله أكبر. أبو العلم على. يا سلام على الاجواء الرهيبه هذه اهدافي يا اخوان باليسار. خلاص حولتنا يا اخوي بالكاميرا، خلاص معروفه اهدافك. 7 اهداف في 14 مباراه. انا صراحه شايف المباراه والله جدا صعبه، لو انسحبت اتوقع بيجيبون تعادل، فخلنا نضمنها 2-0 بعدين نطلع. ايوه هي هذه الهجمات اللي اتكلم عليها يا اخوان. والله يا اخوان يا اني بنغبنه لو تعادلنا في هذه المباراه. حلوه هي الثاني. تكفون يا اخي. لاعبي خلاص مات لاعبي. دقيقه 84. الحمد لله خلصت المباراه بعد عناء شديد والله العظيم. خصم متعب مثل ما انتم شايفين، لاعبي جاهل الديسك. شوفوا ختمت ابو الملعب كله. كم ركضت؟ ما في هنا كم مكتوب المسافه المقطوعه. 16.9 كيلو جالس اركض. دقيقة خلنا نشوف التقويم متى مباري. حبيبي يا دورتموند، عندنا مباريتين وبعدها الثالثة بتكون دورتموند. يعني مباراتنا إن شاء الله في الحلقة الجاية يا إخوان ضد دورتموند بكل تأكيد. وإن شاء الله بإذن الله إذا فزنا في هذه الثلاث مباريات إنه يمدينا نجيب المركز الثاني والله العالم. كم إحنا؟ 38 و46. ها معقولة يعني إذا خسر مبارياته والله ممكن كل شيء جايز في الدوري الألماني. أشوفكم إن شاء الله على خير. أتمنى أن الحلقة لا تنسوني باللايك والكومنت، ونشوفكم على خير. مع السلامة.